فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إذن ما زلنا مع كتاب الصلاة وباب الدعوة التي أتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأنه إذا قرأ ومر بآية عذاب أو آية رحمة يعني يجيب، إن كان سؤالا فيجيب، وإن كان استعاذة فيستعيذ، وإن كان دعاء فليدعو. ختاما للباب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم يوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى. ومن قرأ المرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمن؟ فليقل آمنا بالله. قال إسماعيل: ذهبت أعيد على الرجل العربي وأنظر لعله قال: يا ابن أخي أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججت 60 حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه. وفي رواية أنس بن مالك قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله من هذا الفتى، يقصد بذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. قال: فحذرنا ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. الحديث الأول مهم جدا بأنه فيه أمر من قرأ بالتين والزيتون فوصل وبلغ إلى قوله أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. الحديث فيه ضعف، يعني هذا الحديث فيه ضعف. إذا بلغ بذلك والله تعالى حكيم عليم سبحانه جل في علاه، يقضي بين عباده بالعدل ويضع الشيء في موضعه، وحكمته لعلمه. فالله جعل كثيرا ما يأتي بهذين الاسمين العظيمين: الحكيم العليم، الحكيم العليم. نعم. فإذا بلغ إلى ذلك يقول: وأنا على ذلك من الشاهدين. والمعنى: أشهد بأنك أحكم الحاكمين، وأعلم أنك تضع الشيء في موضعه، فأرضى بحكمك وقضائك، وأنت أرحم الراحمين. قال وأيضا في قراءته بعدما يقرأ في قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، فانتهى إلى قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى. وهناك من قال: فليزد بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. فهذا أيضا فيه الإقرار بقوة الله وجلالة الله، والإقرار بأن الله تعالى قادر على البعث والنشور، وأن الله جل وعلا خلق الخلق بقدرته ويردهم ويبعثهم بقدرته سبحانه جل في علاه. نعم. قال: فإذا قرأ ما لا أقسم بيوم القيامة ووصل إلى قوله أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى، فليقل بلى. ولكن زيادت وأنا على ذلك من الشاهدين لم ترد، والأولى الوقوف عند النص بلى، بأن الله جل وعلا قادر على إحياء الموتى، وقادر على البعث والنشور، وقادر على 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 كل شيء سبحانه جل وعلا. بل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. رضى الله عنك يا أستاذ، رضى الله. أمين. وهذا الحديث كما قلنا فيه نظر، يعني قال: فإذا قرأ قول إذا قرأ المرسلات وقال بعده فبأي حديث بعده يؤمنون، أي بعد القرآن، فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون. هل هناك فصاحة وجزالة اللفظ وأيضا التعليم والقضايا الكلية والفصل فيها والحكم في مثل هذا؟ هل هناك مثل هذا القرآن يأتي بذلك؟ قال: فليقل آمنا بالله، أي آمنت بالله وحده لا شريك له، وآمنت بكلامه وأنه كلام الله جل وعلا المعجز
وأحكامه أحكام الحق، والحديث كما قلت ضعيف في سنده مجاهيل. قال الترمذي بعدما رواه مختصرا: إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لا يسمى، والجهالة الراوي هنا تضر. وقال في فتح الردود: هذا العربي لا يعرف، ففي الإسناد جهالة، ومع ذلك المتن لا يناسب. والظاهر أن هذا الحديث دخل في الباب الأول، ولكن تأخيره يعني كان من النسخ. وفي قول أبي داود قال إسماعيل، هنا هو إسماعيل بن أمية، قال: ذهبت أعيد يعني في الحديث على الرجل العربي لعله أخطأ في الحديث ولم يحفظه، فقال العربي: يا ابن أخي أتظن أنني لم أحفظه؟ وهذا أيضا فيه دلالة مع جهالتي أنه ليس بضابط، عليكم السلام عليكم، مع دلالتي أنه ليس بضابط. فهو بيقول لقد حججت 60 حجة، ما منها حجة إلا ونعرف البعير الذي حججت عليه، يعني هو ما تكلم على أن 60 حجة سببا في حفظه، لأن المطلوب هنا الضبط في الحفظ. هو بيقول أنا ضبطت البعير الذي يعني أحج عليه، فكأنه قال من هذا شأنه فهو ضابط حافظ عالم. وهذا الأمر أيضا لا يزيد في الإسناد شيئا، لأن الأعرابي نفسه مجهول وجهلته تضر بالسند، فسند الحديث ضعيف. وفي الحديث الثاني فيه أيضا وهب بن مانوس وهو مجهول. وعندما صلى أنس بن مالك خلف عمر بن عبد العزيز سأل عنه: من هذا؟ لأنه رأى رجلا يتمثل ب رأى يعني رأى من 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 يتمثل في صلاته بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخليفة قال عنه الفقهاء هو آخر الخلفاء الراشدين لعدله، ولأنه صار بالسوية وعدل في القضية ورفع الله راية الإسلام في عصره، عرف العلماء وعظم العلماء وقربهم وأعطاهم ومنحهم، كان رجلا تقيا نقيا عالما حريرا فقيها. أول من أمر الزهري بتدوين الحديث، فكان السبب في تدوين الحديث. أنا سأقول: فحضرنا نعم في ركوعه، يعني نظرنا فننظر، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، كيف ركوعه وسجوده؟ فقال: حذرنا، يعني تسبيحاته في الركوع وفي السجود، قال 10 تسبيحات. يعني كان عمر إذا ركع اطمأن راكعا، وكان يسبح كما قلنا، ومن التسبيح 10 تسبيحات على الكمال، هذه التي قال فيها الموردي أن على الكمال 10 تسبيحات، وأدنى الإجزاء 3 تسبيحات على أدنى الكمال، استغفر الله، وأدنى الكمال 3 تسبيحات، والتسبيحة واحدة تكفي مع وجود الاطمئنان راكعا. قيل فيه حجة لمن قال إن كمال التسبيح 10 تسبيحات، والأصح أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أراد، وكلما زاد كان أولى، والأحاديث الصحيحة في تطويله ناطقة بهذا، وكذلك الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأدون بالتطويل. السنة هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الاطمئنان في الركوع، والاطمئنان في الركوع كما قلنا له كمال، وله أدنى الكمال وله إجزاء، فيكون التسبيح كما قلنا على ما على الاطمئنان الذي هو ركن في الصلاة، وكماله أن يكثر من التسبيح لأنه في الركوع يعظم الرب، وإذا أكثر من التسبيح في السجود يكون قد أثنى على الله ما هو أهل له. الفوائد المستنبطة: الأحكام فرع على التصحيح، جاء الشرع بالتفريق بين النافلة والفرض في ترجمة ما يقرأه من تدبر في القرآن بالاستعاذة وطلب الجنة والاستعاذة من النار وغيرها من الآيات، فرق بين الفريضة وبين النافلة. أعظم الناس تأثيرا في الناس أكثرهم اتباعا لسنة النبي، أعظم الناس تأثيرا في الناس أكثرهم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، كان كذلك قد كان يتمثل في سنة النبي، يعني كان في الأول عندما كانت إمارة المدينة له كان
رضي الله عنه وأرضاه يعني يسير على سيرهم فيؤخر الصلاة حتى جاء عروة بن الزبير فبين له أن هذا خلاف السنة فأسرع إلى السنة وطبق. وقلنا كان يبين أن 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 السنة المحكمة وجب اتباعها، أن السنة المحكمة وجب اتباعها، هذا أمر جلل. لو في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.